أيها الحبل الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعدادي أشواط مسائي هذا اليوم، الشوط الخامس والشوط الخاص باللقاية بفئة الإنتاج والمنتجين. جائزة هذا الشوط كاس زايد مليون ونصف المليون للمركز الأول. نتمنى التوفيق للجميع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع 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 البداية والمقدمة. وأرى هناك اللي قادت المجموعة، اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط. تاتي الصفوع لسعيد بن راشد بن غدير، من تتقدم من تاتي بناموس هذا الشوط مبكرا تلهيها مع المركز الثاني سيطرة. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي ياتي على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تصل تتقدم اغتراب مسلم بن علي بن دري المنصوري. رابع الانطلاقات، رابع التحديات. نتابع نتابع مسراح وعيد بن راشد بن سعيد المنصوري يقدمها بهذا التقدم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس تصل تتقدم تنطلق في هذه اللحظات. نتابع جلمود محمد بن سالم باللوتية العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، والكاس الكاس يلمع في المنصة. مطمع الجميع في هذا الانطلاق والإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. نعود مع الصدارة، ما شاء الله تبارك الله، الكوكبة ثنائية ثنائية صدارة هذا الشوط. وصفو على المقدمة تقدم أحلى عروضها. تقدم سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. من يقدم صفوح، ولكن من الجانب الآخر أرى التحديات، أرى شعار بو فيصل من بدأ يتسلل مع سيطرة اللي فرضت سيطرتها على مقدمة هذا الشوط. أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي يقدم سيطرة، ولكن ارصد لي التقدم والتسلل والانطلاق. نتابع فرحة محمد بن سعيد بن هويمل العامري. ما شاء الله، شوط سريع، شوط مثير، الكل يطمح بالكاس والتغييرات مستمرة. واللي قادت المجموعة نتابع مشغلة سيف بن علي بن سالم العامري يتقدم ينطلق بتحديات مشغلة. نتابع المركز الثاني، نتابع التحديات لفرحة محمد بن سعيد بن من العامري. الشامخة قادمة، هادف بن حزمي بن قناص العامري يقدم تحديات الشامخة. وجلمود محمد بن سالم باللوتي العامري، تحديات سمحة محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة يقدم تحديات سمحة. ما شاء الله تبارك الله، سرعة 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 في تقدم هذا الشوط مع هذا الانطلاق ومع سن اللقاية، مع هذا السن الأسرع والأجمل في هذا العالم الساحر. ولكن مشغلة تقود المجموعة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصاها راقد وامر. ركز يا راعي الرقود مع هذا التقدم. سيف بن علي بن سالم العامري يتابع مشغله بهذا الانطلاق، بهذا الاندفاع المثير. والشامخه مع المركز الثاني. غادرنا لوحه الاعلان، لوحه الالف والميتين. ما شاء الله، زادت السرعه، بدات التعليمات مبكره في هذا الشوط. والكاس يتجول ما بين هذه الأسامي، ما بين هذه الشعارات العملاقة. وشعار بالحزمي، هادف الحزمي بن قناص العامري يتقدم مع الشامخة، مع الشامخة اللي شمخته. ولكن ارصد للقادمة، ما شاء الله
تبارك الله. أرصاد 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 حمد بن سيف بن نعيف العامري يقدم أرصاد بالحزم من الجانب الآخر. سمحة بشعار بن حلوة مع المركز الثالث ما شاء الله. وشعار النيادي شعار النيادي القادم مع الذيبة مع الذيبة. اللحظات الأخيرة وتحديات هذا الشوط، ولكن الصدارة والبداية والمقدمة وأرصاد أرصاد أرصاد رصدة الكاس رصدة الكاس الشامخة من الجانب الآخر تحاول اللحظات الأخيرة. وبالحزم بالحزم بالحزم روح 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 بشوط الإنتاج مع الكاس مع الكاس مع الكاس هادف بالحزم بن قناص العامري. سلام سلام زاخر الناموس ناموسين مع بالحزم ناموس الإنتاج وتألق الإنتاج مع الشامخة مع الشامخة. مشكور مشكور يا الحزمي يا بالهادف يا الحزمي مع هذا الانطلاق المتميز. وهالي زاخر من ظفروا بكاس الانتاج والمنتجين. المركز الثاني أرصاد حمد بن سيف بن عيف العامري. المركز الثالث شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي. مع المركز الثالث رابع الانطلاقات المركز الرابع الآن لحمد بن حميد بن سعيد الحبسي. المركز الخامس تحدياتي أيضا وانطلاقة إثارة لحياب بن محمد بلويهي العفاري. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة والشامخة اللي ظفرت بكاس الانتاج والمنتجين. والسلامات لهالي زاخر تهانينا لهادب الحزمي بن قناص العامري. 7 دقائق 17 ثانية 3 أجزاء من الثانية هو توقيت الشامخة. سلام زاخر سلام بهذا الأداء المتميز. أرصاد مع المركز الثاني. 7 دقائق 17 ثانية 9 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لمالك أرصاد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات الوصول مع ثالث المراكز بالتوقيت الزمني. 7 دقائق 18 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة حميد بن سعيد النيادي. بينما اللي وصلت مع المركز الرابع 7 دقائق 19 ثانية جزء واحد من الثانية توقيتها الزمني. وعلى مستوى المركز الخامس التوقيت الزمني 7 دقائق 19 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الكرام.